يا لهوي الفلوس راحت فين؟ الفلوس راحت فين يا ولاد الكلب؟ الفلوس راحت فين؟ يعني فلوسي راحت؟ خوتينا فلوسك فلوسك وجرانا اصلا ان معاك فلوس وضاعت مني. يعني ايه ببل عليك؟ وليه لا؟ بقول لك ايه؟ دوري يا حبيبتي كويس وفكري كده حطيتيهم فين؟ دورت في كل حته ما لقيتهمش. هكونوا كام يعني؟ وانت مالك انت كام؟ فلوس كتير تعب وشقايا. والفلوس الكتير دي اتحصلت عليها في المده القصيره دي ازاي؟ مش وقت الكلام ده يا راجل. وليه مش وقت؟ ما المال الحرام ما بيدوم. حرام يا راجل يا عواطلي، يا اللي قاعد من غير لا شغل ولا مشغله، يا اللي بتاكل من عرق النسوان. انا باكل من عرق النسوان؟ وانت تسرقهم كمان. عاجبك مجابك يا ست ساميه؟ البنت مفعوصه بتسرقنا. لا لا مش كده، مش كده يا دوحه، انت كده غلطتي في الراجل. مش لما يبقى راجل. لا ده انت زودتيها قوي. تحب اوريك الراجل ولا لا؟ بس يا وسخ يا حرامي. حرامي؟ انا على اخر الزمن اللي اتقال عليا حرامي؟ طب عليا الحرام من ديني ما انت بايته فيها. بص يا ساميه، يا انت يا البت دي في البيت ده النهارده. سيب عليك مخدر يا اخويا الخرابه اللي انت مسميها بيت، بس وديني وما اعبد، اما كنت اجيب حقي تالت ومتلت ما بقاش انا دوحه. تفو عليك وعلى اشكالك الوسخه. المركب اللي تودي، يكون علمك البت دي حاولت معاها بس انا ماليش في الوساخه. والنبي هي برضه اللي حاولت. العب يا اخويا العب. دوحه انا ما اخدتش حاجه، ما اخدتش فلوسك يا توح. انا عارفه يا رش، عارفه انك مالكيش دعوه. والله العظيم ما اخدت فلوسك، والله العظيم ما اخدتهم. ما تبقيش حماره بقى، انا عارفه انك مالكيش دعوه. طب والنبي يا توح، والنبي ما تبلغيش البوليس عشان يجوا ياخدوا ماما وبابا، مش عارف اتصرف من غيرهم، والله ما اعرف، اخواتي صغيرين مش عارف. ما تخافيش يا رشا، انا مش هعمل كده عشان خاطرك بس. طب انت هتروحي فين دلوقتي؟ بلاد الله واسع. طب هو انتي لازم تمشي؟ ايوه، لو ما مشيتش يا اما هقتل ابوكي يا اما ابوكي هيقتلني، وفي الحالتين البوليس هيجيلنا. طب مين هيقعد معايا يتكلم معايا ويحكي لي حواديت؟ خلاص بقى، ما قلتيش صغيره يا رشا. طب خلاص، انا مش عايزه حواديت، انا عايزاك انتي. انا هطل عليكي كل شويه في المدرسه. انا بحبك قوي يا توح، بحبك قوي. عامل ايه يا توح اكتر من اللي بنعمله؟ ايه؟ انت بتقول ايه؟ اللي سمعتيه. انا مش قادر اساعدك. ده انا حبيبتك وهبقى مرتك. مرت مين يا بنت؟ هل انت مفكره اني هتجوزك؟ عايزاني اتجوز واحده سلمت نفسها ليا؟ سلمت نفسي لما عشقتك ولما وعدتني بالجواز. انا ما وعدتكيش بحاجه. وروح ارمي بلاكي على حد غيرني. ما ناقصينش مصايب. ليه يا حسن؟ ليه؟ ده انا عامله نفسي مدرسة تحت رجليك ليه؟ جينا للكلام اللي ما هياكلش عيش عاد. بقول لك ايه؟ كلام كتير معايسي. كلام كتير؟ ده انا لسه هقول لابويا واخليه يقتلكم. وهتقولوا لي هي حلوه؟ هتقولوا لي انك سلمتي نفسك لما عشقتي؟ ده مش بعيد يقتلك فيها. ربنا ينتقم منك. ربنا ينتقم منكم يا ظلمه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي، حرام عليك يا حسني. ربنا ينتقم منكم يا ظلمه، ربنا ينتقم منك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي، اعمل ايه اعمل ايه؟ حرام عليك يا حسني، ضيعتني ضيعتني. يا ولاد النصابي، طب والعمل؟ معرفش، ما انا عشان كده جيت لك. مسكي يا بنت، لا 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 خدي والنبي. لا يا اخو خوعي، معايا فلوس ابو كامل، السمسار ما اتسرقتش. طب بقول لك ايه، بنت وزجاجه دلوقتي، هي بنت ناصحه وهتقولي لنا نعمل ايه. المهم ما تخافيش، يعني احنا جنبك. انا مش خايفه يا خوخ، انا هطجم الغاز هموت. انت تعرفي الفلوس دي انا تعبت وشقيت فيها قد ايه عشان تتسرق مني كده؟ ولا يهمك، ما ده راس المال موجود يا بنت. راس مال ايه اللي موجود؟ بقول لك اتسرقت. انت مش قلت ان الحلاوه والجمال راس مال؟
انت زي القمر كده؟ انت عندك راس مال كل يخيبك تمر فيكي العلام. امال ايه يا قبلتي؟ علامك برضه. والنبي يا بنتي يا خوخه انت زي القمر. هاتي بوسه يا بنت. انت اللي مهونه عليا الدنيا. معلش يا اختي معلش. عوضك على الله. منهم لله الحراميه. بقول لكم ايه يا بنات؟ ايه رايكم يعني لو احنا الثلاثه خدنا شقه وقعدنا فيها مع بعض؟ اهو انت يعني عماله تشتكي من امك وتقولي مطلعه عينك، وانت ابصر معرفش خالتك ايه عامله فيكي ايه؟ ناخد شقه كده نقعد فيها لحد يقول لنا رايحين فين ولا جايين منين، لا بينا ولا علينا. ايوه. طب تصدقي انت بنت نوره؟ مخها نضيف. ايوه. احنا فعلا نأجر شقه احنا الثلاثه، وكده لو اتقسم علينا الايجار يبقى كل واحد فينا هيدفع مبلغ قليل. خلاص؟ خصوصا بقى لو جبنا شقه في حته رخيصه. لا انا عايزه اقعد في المهندسين. مهندسين ايه يا اختي؟ ناخد في شارع السودان اخر احمد عرابي، هو برضو كانه في المهندسين. لا في المهندسين ذات نفسها. انتوا عندكم حد يعني يجيب لكم شقه؟ وحد ليه؟ ده انا يا بت دايره ولفه في المهندسين دي حته حته على كعوب رجلي، كلها ساعه وتكون جوه الشقه. يلا قوموا بيه. طب ناكل الهمبرجر. ماشي ناخده معانا. هيبقى عندنا شقه؟ ايوه. لا لا ناكل همبرجر بقى، نفسي اتفتحي. ايه ده مش حاطط يا اختي البتاع الاحمر ده البتاع فين الكاتشب؟ كل مره ما الاقيش كاتشب، كل مره اجي اقول لهم فين. انت عم يا اخويا راح فين ده؟ والنبي يا راجل يا عسل يا اللي زي الشوكولاته انت، عايزين شقه كده تكون واسعه وشرحه وبرحه. او النبي ويكون كمان ثلاث مطارح، كل مطرح قد التاني وكل واحد متسكر عليه بباب، وتكون بحري وتراوه عشان الكتمه. قال شقة إيجارها 3000 جنيه في الشهر. يا لهوي يا لهوي 3000 جنيه في الشهر ليه؟ عن نيل يا أخويا؟ الراجل ده حرامي. إيه ده؟ ده والله ولا شهرية العمر. بقول لك إيه والنبي يا عم الحاج؟ ما نلاقيش عندك شقة كده رخيصة بس تبقى كويسة يعني؟ أو النبي زي ما بتقول لك كده تكون رخيصة وحنينة، ده إحنا غلابة ولا إيه؟ مش لازم تكون بحري أو طراوة يعني، لو أمكن مروحة سقف بس. ما عندناش شغل غير نقصر، نقصروا مع أهلكم. إلهي تلدعك عربة يا بعيد. مسمومة. عرفة قلة الدعوة ملدوع جاهز لوحده. أهلينا؟ ما عايز ده أنتوا على البلد. ده جاي ده جاي من عند أمي ولا إيه؟ يا بنت قولي أضربه دلوقتي ولا أعمل إيه؟ يلا يلا أضربه؟ مش منك ليه؟ اتفضلوا يا جماعة. يا ساتر. هي إيه رأيكم؟ حلوة قوي. هي مش بطلة يا أخوي، بس يعني عفشها قديم كده ليه؟ وبعدين مفيش حتى نسمة هوا، ما هي الشقة دي قبلي ولا إيه؟ شكلها كده. وبعدين معرفش كده الموديله قديم كده بقاله يجي 10 سنين ولا حاجة، مخوخ ده ولا إيه؟ هو في أحلى من القديم؟ ده الخشب الجديد كله مخوخ، القديم بيقعد سنين. آه وإيجارها كام بقى على كده؟ 500 من الآخر. إيه؟ 500 ده إيه؟ يفتح الله. يلا بينا يا بنات. والنبي يا وزة مش عايزة أقعد مع خالتي، شكة حلوة قوي. بقول لك ايه ما تبوظيش البيعه، احنا دايخين على كعوب رجلينا من الصبح، يلا بقى خلينا نخلص. السعر غالي خليه يهز فيه شويه مش كده؟ بقول لك ايه يا حاج؟ يعني احنا زي اخواتك، ممكن تجلل لنا في السعر شويه؟ ما اقدرش. ليه؟ صعب. ليه؟ يا اخويا هزها شويه عشان خاطرنا. والله ما فيش زيها في المنطقه، لو دورتوا مش هتلاقوا زيها، ولا ارخص منها. طب هنجيب فلوسها منين؟ هتتدبر بقى. النبي يوسف. خلاص خلاص. خلاص يا اخويا نقرا الفاتحه. مبروك يا بنات، اتفرجوا على بقت شقه قبل ما اروح اجيب العقد. يا لهوي واسعه واسعه، البلكونه دي لازم نعمل فيها قعده. أيوة. ونقعد فيها بعد الظهر نشرب شاي بالنعناع. اه وهنا اهو انا عايزه قعده عربي اللي هي الشله دي، نقعد كده ونعزم الناس ونقعد ونشيش. انت عايزه قعده مدندشه. الله الشقه تفرح يا عيال، انا مبسوطه قوي. لا 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 اللبس ده مش عاجبني خالص، بلدي قوي. طب بصي ليه بترتر دي. اه حلو قوي ابو ترتر ده، ترقصي بيها دي. ايوه ارقص بيها. ايوه يا خوخه. لا الرقص اهو يا عيال، بصي ده. هاتي يا وزه هاتي. ده لبس رقاصين ولا ايه؟ رقاصين ايه ده، نطلع بيه طلعه واحده بس الاول عند الشيخ عبد الله، وبعدين واحده فيكم تبقى تاخده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بتعملوا ايه هنا؟ بنعمل ايه ده العادي زي ما انت شايف بنشتري. بتشتري ايه يا شاطره؟ انت عارفه اقل حاجه من اللي انت ماسكاها دي وبترمي فيها دي بكام؟ شاطره بكام يا اخويا؟
يا لهوي يا بنت دخلي فلوسك لا تتنظر يا ناهد. او النبي ده انا شايله فيها مع الهوالي. تعالي يا بنت يا ناهد. اتفضلوا معايا. فيها ايه؟ قولي لي ده مستورد ولا محلاوي يا اختي يا جمالك؟ مستورد. ايه البنت الحلوه دي يعني جديد ولا مستعمل؟ مستورد يا فندم. مستعمل؟ ايه ده يا اختي؟ مستعمل. انما ده ايه ده؟ بادي ولا ده فستان؟ لا دي فانيلا داخليه. بس لونه ايه؟ ايوه بس الحاجات دي يا اختي مش متكيسه، انا عايزه الحاجات المتكيسه. بقول لك ايه؟ هاتي ده هاتي ده شبه البيبي دول، هاتي ده. هاتي. هاتيلها يا بنت من السماعه بتقول لك هاتي. يلا. بقول كل اللي انتوا عايزينه. هاتي يا اختي اللي متكيس اللي في المخزن مش اللي متقاس. بقول لك ايه يا بنتي وزه؟ ايوه. مش يا اختي الفستان ده شبه فساتين نازك السلحدار؟ ايوه يا بنت تصدقي حلوه. ها صفيه العمري صح؟ ايوه اخد ده ارميه ارميه. هاتي يا بنت ده ارميه. ايه اللي بتعملوه ده؟ ونفع يا الناس ده اللي بتروح تطلع لعيبه كوره يعني؟ هو مال ناس يعني مال حرام؟ يا ستي شوفي انت عايزه ايه يا ناهد. يا ناهد وانت يا ناهد اتفضلوا معايا من هنا. انا اختي مش عاجبني المحل كله. ريحته وحشه. ريحته وحشه. يلا يلا من هنا يا ناهد. يلا الحاجات دي كلها محلاوي وملبوسه مستعمل. محلاوي. انا بفهم كويس. انا شغاله في الدلاله من زمان. مين بس؟ والنبي هتسوق بعد مننا هنا.